عبد الواحد درويش رئيس مؤسسة درعات سفيلات للعيش المشترك، الندوة التي ننظمها اليوم بتعاون وشراكة مع مجموعة من الفعاليات الأكاديمية والخبراء والعلماء وأيضا محامين وعدول وقضاة وأيضا علماء جلاء، هو نقاش يأتي في إطار الصيرورة التشاورية التي تعرفها بلادنا من أجل إفراز تعديلات جديدة وإقرارها على مدونة الأسرة، مدونة الأسرة المنتظرة أنها تكون يعني قفزة نوعية جديدة في سياق المكتسبات الحقوقية والديمقراطية والتنموية التي تعرفها بلادنا. مرت الآن 20 سنة على إقرار أول مدونة للأسرة، والآن نحن بصدد يعني مدونة جديدة بتعديلات جديدة تواكب متطلبات العصر والتحولات المجتمعية التي تعيشها بلادنا. شكرا. مرحبا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هند بودان، فاعلة سياسية ومدنية. اليوم احنا في ندوة حول مساهمة في النقاش العمومي حول مدونات الأسرة. اليوم في هذه الندوة اللي كتعقدها مع الدبلوماسية ومؤسسات العيش المشترك، ودخلتي في خصوص مدونة الإصلاح. أنا نهضر بالأساس على المسار ديال تشكيل اللجنة، وهذا المسار اللي كيعزز المسار الديمقراطي يعني بشكل ديمقراطي وتشاركي، المقاربة اللي نهجتها ساماجستي اللي بغاها تكون مشروع متكامل مؤسساتي شامل كيضم جميع مكونات المجتمع المغربي، كيضم جميع المجتمع المغربي. كذلك بغيت نشير على التكامل الأوراش الملكية. هذا ورش ملكي كبير المدونة الأسرة اللي هو مكسب حقوقي، والآن إن شاء الله غادي يزيد يتعزز. النقاش هو مفتوح. كذلك كيجاوب على إشكالات، كذلك عندنا الإشكال الاقتصادي اللي كيكون هو مشكل أساس في المدونة الأسرة. جاء الدعم المباشر اللي كيكمل كيعاون في هذا النقص هذا، وكاين كذلك التغطية الشاملة، التغطية الاجتماعية، وهنا إرساء ديال الدولة الاجتماعية. يعني كنشوف بأن الأوراش الملكية السامية كلها متكاملة وكتصف في نفس النهج، والأساس هو أنه المسار ديال التنمية اللي واخذوا بلادنا بجدية وبقيادة صاحب الجلالة الله ينصره. شكرا للعين. عبد الله الدامر، رئيس المؤسسة الدولية للدبلوماسية والتنمية المستدامة. الهدف ديال هذه الندوة الوطنية هو أننا نحاول كمجتمع مدني نعطيو كمقترحات، لأن سيدنا الله ينصره هو اللي عطانا هذه الفرصة باش حنا تكون عندنا واحد القوة اقتراحية في التعديل ديال المدونة. ومن ضمنها كاينين بزاف ديال المواضيع اللي غنطرقوا لها، من ضمنها ديال الحضانة. الحضانة ما يمكنش دائما تكون عند الرجل، الرجل كيتزوج حتى المرأة كيكون عندها الحق، انها كاينين بعض الوثائق الثبوتيه كيكون ضروري خاص الراجل هو اللي يكون ضروري باش يعطيها. حنا من ضمن المقترحات ديالنا هو ان الحضانه تكون عند الام. وبالنسبه للمده ديال ونقطه اخرى عندنا هي بالنسبه للجنسيه، بالنسبه للام ضروري بعض المرات ملي كتكون اجنبيه كتكون واحد المشكله على ان الام ما عندهاش الحق تدي ولادها معاها، وهي ولادها كيكونوا مغاربه ولكن بقوه القانون كيكونوا ممنوع عليها تديو معاهم، لان ضروري خاصك تكون الموافقه. حنا بما انها الاولاد عندهم جنسيه مغربيه حتى هما من حقهم يمشوا مع الام ديالهم بحال اللي كاين عندنا في القانون ديالنا بحكم المواثيق والاتفاقيات اللي كاينين مع دوك الدول اللي كيكونوا تابعة لهذيك الأم. لذلك حنا عندنا تقريبا مقترحات أخرى كنا قدمناها للجنة وتم الموافقة عليها، وكاين مقترحات غنقولهم إن شاء الله في الندوة. وشكرا.